السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة الصباحية. في المستهل خص أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية. وبمقر رئاسة الجمهورية دائما تحدث أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو محادثات موسعة شملت وفدي البلدين.
وعقب المحادثات الموسعة أدلى رئيس الجمهورية ونظيره لجمهورية غينيا بيساو بتصريح صحفي مشترك أكد فيه على إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أشاد السيد الرئيس بعمق العلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين، معلنا بالمناسبة عن إعادة فتح سفارة الجزائر بغينيا بيساو. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس سيد عمرو سيسوكو وأخي العزيز، سيدات والسادة، أولا بودي أن أرحب بأخي رئيس جمهورية غينيا بيساو وأشكره جزيل الشكر على هذه الزيارة الأخوية التي ترجعنا إلى تاريخ إفريقيا، إلى التاريخ المشترك بين الجزائر وغينيا بيساو. ونحن كشباب آنذاك نتذكر ما قاله المرحوم أميركار كابرال، قال المسلم لابد أن يذهب إلى مكة، المسيحي لازم أن يذهب إلى الفاتيكان، والثوري لازم أن يذهب إلى الجزائر، هي مكة الثوار. كبرنا مع غينيا بيساو في هذه العقلية، هذه فيه ظروف خلت البلدين ابتعدوا عن بعضهم بعض، ولكن انطلاقا من هذه الزيارة سنرجع إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين. ومثل ما قلته لأخي فخامة الرئيس، من العيب والعار أن الجزائر لم تفتح سفارة في غينيا بيساو، وسنصحح هذا الغلط إن شاء الله. ولا أطيل عليك فخامة الرئيس، أتمنى مثل ما اتفقنا أن تقوموا بزيارة دولة في أقرب وقت، وسنعيد مياه إلى مجاريها بين البلدين حينها. شكرا على الزيارة، وألف مرحبا بك وبالوفد المرافق لك. من جهته أشاد رئيس جمهورية غينيا بيساو عمرو سيسوكو أومبالو بالدور المحوري للجزائر في استتباب السلم والأمن في إفريقيا. جزيل الشكر أعربه لكم عن حفاوة الاستقبال الأخوي الذي حظيت به أنا والوفد المرافق لي من الشعب الجزائري الشقيق. وأود كذلك أن أقدم لكم عن تعزية الفائقة لضحاياكم، ضحايا الحرائق الأخيرة التي أصابت الجزائر، وكذلك أود أن أعرب لكم عن مودتنا في تعزيز العلاقات وإعادة إحياء الأواصر، لا سيما أن الدور الجزائر هام جدا في إرساء الوحدة الإفريقية وإرساء واستتباب الأمن والعمل سويا لمكافحة الإرهاب. سيد الرئيس، صحيح أن شعبينا شعبين أخوين شقيقين، وأننا مررنا بظروف فقدنا فيها وافتقدنا إلى الشعب الجزائري وإخواننا الجزائريين، وأنا الآن أعبر لكم عن امتناني
لكوني الآن معكم أنتم الذين أشدتم بالوحدة الإفريقية، وهذه هي الأواصر التي نودها للعلاقات التقليدية بين الجزائر وغينيا بيساو. ولقد أشرتم إلى ما قاله الفقيد أميلكار كابرال وما قاله عن الجزائر مكة الثوار، وأنا واثق أن علاقتنا ستعود إلى مجاريها، مجاري العلاقات التي كانت في الآونة التي عاش فيها أميلكار، والتي سيسامحنا بالتالي ويقول حقيقة أن الإخوة قد اجتمعوا سويا ومجددا. وأنا الآن أعبر عن سعادتي على قراركم فتح السفارة. لقد تكلمنا كثيرا سويا، وبالتالي فلن أطيل عليكم الحديث، لسيما أننا تحدثنا عن دور الجزائر الهام على الساحة القارية والدولية، لسيما في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. فالجزائر تعد ضمن بلدان أفريقيا الغربية سيديو، وهذه البلدان تعلم أن الجزائر لها دور هام جدا في استتباب الاستقرار في البلدان مثل مالي، ونحن الآن سنكون معكم في الإشادة بدورها وبدور الجزائر الدبلوماسي في مالي. شكرا لكم. وبمقام الشهيد بالعاصمة، وضع رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، ووقف دقيقة صمت على أرواحهم الطاهرة. الجزائر الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج جرمطان العمامرة، توجه بعد ذلك إلى متحف المجاهد، حيث طاف بمختلف أقسامه واستمع إلى شروحات وافية حول مختلف الحقب التاريخية للجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية، كما قدمت له هدايا رمزية ليلقي بعد ذلك نظرة على الواجهة البحرية للعاصمة الجزائر، جوهرة البحر الأبيض المتوسط. كما كانت لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمس زيارة إلى جامع الجزائر رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج جرمطان العمامرة، حيث طاف بمختلف المرافق التابعة للجامع التحفة المعمارية الدينية والحضارية المتفردة، وقدمت له شروحات مفصلة حول هذا الصرح الديني والحضاري. هذا وأنهى أمس رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت يومين. وكان في توديع ضيف الجزائر بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة.
بمقر مجلس قضاء الجزائر، وفي خطوة لاستكمال عملية البناء المؤسساتي التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أدى أمس رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليمين القانونية، وهذا بعد مراسيم تنظيم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 187/22 المؤرخ في 17 شوال 43/400 الموافق ل 16 ماي 2022، وذلك لعهدة مدتها 5 سنوات بالمحكمة العليا بتاريخ 11 أوت 2022. وبقصر الثقافة مفدي زكريا اختتمت أمس فعاليات الطبعة الأولى للقافلة الوطنية شاب فكرة بحضور كل من وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد. القافلة جابت مختلف ولايات الوطن بهدف اكتشاف الشباب حاملي المشاريع. محمد أبي إسماعيل. إحصاء حاملي الأفكار والمشاريع في كل ولاية من خلال إنشاء قاعدة بيانات، الهدف منها استقطاب الكفاءة الشابة القادرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع. وزارة الثقافة والفنون تعمل بجد على مرافقة وترقية المقاولتية الثقافية بدعمها لمبادرات الشباب في شتى مجالات الثقافة والفنون والتراث. نحن نعول كثيرا على الشباب لكي يكون طبقة جديدة من المقاولين، مقاولين نزيهين يهتمون بمجالات التكنولوجية، يعملون على أن يكون الاقتصاد الوطني حقيقة منتج للثروة ومنتج للقيمة المضافة. اللقاء كان فرصة لتكريم بعض النماذج الناجحة وأفضل الأفكار التي أعطت مردودا وإضافة نوعية. تطبيق قرني الذي يسهل هذه العملية مع كل الشركاء اللي هما أصحاب المرائب، اللي يقدر كل مواطن أنه يريزيرفي البلاصة تاعو من الهاتف ويروح يقاري يلقى بلاصتو تستنى فيه. مالتاد روبوت هو روبوت يتم التحكم به عن بعد، يبعث الطبيب البلاصة وين كان المريض مصاب بالعدوى بلا ما يروح هو. الروبوت راح يدير العملية بأكمل وجه مع أيضا مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي. القافلة الوطنية الشاب فكرة التي جاءت من باب تقديم رسالة تحفيزية، رسالة أمل، رسالة تفاؤل لكل الشباب الجزائري. تشجيع روح الإبداع والابتكار لدى الشباب الجزائري ومرافقتهم ليصبحوا فاعلين في الاقتصاد الوطني. تعزيزاً لعلاقات الأخوة والتضامن مع الجارة موريتانيا، تم أمس إرسال مساعدات إنسانية على متن طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية قدرت بأزيد من 75 طناً من المواد الغذائية والأفرشة والخيم ومضخات المياه، وذلك دعماً لجهود دولة موريتانيا في مواجهة الفيضانات العارمة التي تجتاح البلاد. وعلى خلفية إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من بلدية السومعة المشتبه فيه الرئيسي المدعو زاي نون، أعلن مجلس قضاء البليدة في بيان صادر أمس بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بوفريك أمر مساء أمس بإيداع المتهمين الستة الموقوفين المتورطين في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من بلدية السومعة الحبس المؤقت، وبإلقاء القبض على المتهمين الاثنين الموجودين في حالة فرار، مشيرا إلى تقديم الموقوفين يوم 30 أوت أمام النيابة بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة شخص من غير أفراد العصابة، وذلك طبقا للمواد 254 و255 و256 و257 ف1 من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية
تعلم النيابة العامة الرأي العام أنه بتاريخ 24 أغسطس الجاري في حدود الساعة 17:00 مساء قام المدعوون يا شين وألف شين برشق محل تجاري ملك للمدعو ميم يا، ثم عاودوا الكرة مرة أخرى في نفس اليوم في حدود الساعة 18:00 مساء ليتم تحطيم واجهة المحل التجاري، ثم لاذوا بالفرار. وبعد مدة من الزمن وقع شجار على مستوى شارع سليمان محمد ببلدية السومعة تدخلت على إثره مصالح الأمن، وإثر ذلك يضيف البيان أصيب المدعو ألف شين على مستوى الوجه، تلاه شجار آخر باستعمال الأسلحة البيضاء سكاكين وعصي خشبية بين مجموعة من الأشخاص، أصيب على إثرها المدعو ياسين صاحب المحل التجاري بطعنة سكين على مستوى البطن، فيما أصيب أخاه من والدته على مستوى الجبهة. وبتاريخ 26 أغسطس الجاري توفي المدعو ياسين متأثرا بجروحه بعد نقله إلى مستشفى السومعة. دوليا، تقود السلطات المغربية حملة إعلامية خسيسة ضد تونس ومؤسساتها عقب مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي في أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بتونس. أحمد خردين. لم يجد نظام المخزن الذي يعيش حالة من الإخفاقات الدبلوماسية المتكررة سوى اللجوء إلى الأكاذيب والابتزاز كمسعى لفرض رؤيته التوسعية الواهية. تناقضات تعكس سلوكا مضطربا لدبلوماسية المخزن الفاقد لكل المصداقية، تتجه هذه المرة نحو استهداف تونس بصفتها بلدا مضيفا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا والذي عرف مشاركة الرئيس الصحراوي. المخزن يستهدف تونس اليوم، وأي مفارقة غريبة تبناها، وهو نفسه الذي عرف مشاركة ملكه في قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي بأبيجان سنة 2017 والتي عرفت مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والذي كان جالسا على بعد خطوات فقط من ملك المغرب. أي إخفاق ذلك الذي تمر به دبلوماسية المخزن اليوم وقد سولت له نفسه التعدي على دولة ذات سيادة يحظى رئيسها بدعم شعبي يقابله أيضا احترام من جميع الدول الإفريقية المتمسكة بمبادئها ومعايير هيئاتها الإفريقية الداعمة للموقف التونسي المشرف الذي يتماشى مع القانون والأعراف الدولية وميثاق الاتحاد الإفريقي. هذا وقد أكدت المنظمة العربية للمحامين الشباب في بيان أمس أن البيان الصادر عن فرعها بالمغرب والخاص باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي لا يمثل رأي أو توجه المنظمة ولا علاقة لها في إصداره، وأوضحت أن ذلك يمثل تجاوزاً من الفرع للقانون الداخلي للمنظمة بل ويوجب المساءلة القانونية عليه، وشددت على أن البيان قد صدر بتصرف شخصي عن فرع المغرب وأن إصدار البيانات يعود حصراً إلى رئاسة وأمانة سر المنظمة. في العراق، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من اللجوء إلى إعلان خلو منصب رئاسة الوزراء في حال استمرار الخلافات السياسية في البلاد. هذا وقد شهدت العاصمة بغداد ليلة أمس مواجهات دامية خلفت 30 قتيلا وأكثر من 700 جريح. ويشهد العراق أزمة سياسية خانقة في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وتأزم الوضع بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مقابل تمسك قوى سياسية أخرى باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد العام الماضي. في أوكرانيا، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وفداً عن الوكالة في طريقه إلى المحطة النووية زاباروجيا جنوب البلاد والتي تتعرض للقصف منذ عدة أسابيع. هذا وتطالب روسيا المجتمع الدولي منذ بدء استهداف المحطة والتي تعد أهم محطة نووية في أوروبا، تطالب المجتمع الدولي بالتحرك وإفادة لجنة تقصي للوقوف على حقيقة الوضع هناك.
توفي أمس الرئيس السابق وآخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عن عمر ناهز 91 عاما في روسيا بعد صراع طويل مع المرض. وكان غورباتشوف قد شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفيتي السابق بين عامي 1990-1991، ورئيسا للحزب الشيوعي السوفيتي من سنة 1985 إلى غاية 1991، تاريخ انهيار الاتحاد السوفيتي. قد ساهم في إنهاء الحرب الباردة من خلال مفاوضاته مع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990. ختام النشرة الصباحية، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في تمام التاسعة بإذن الله. السلام عليكم.